بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس جاني سقال يصدونات كتاب كأبو شجاعة أما متن الغاية والتقريب أن لنا كاشنا إن كتبها كله مركا أما أشرحينه أما أن أحكام تكسو أرورتي دليل كي أي سلك كوهي سيئن رادينين وحن سوء قادني سلاذها سنة ذا انتو هذا بضوان كسو هذا اللي وحن كجرني صد هذا السنة آدي آدلو أدكي أفضل قبضان وتركي سلاة الليل كو أوضا السعودة وان كسو هذا اللي waxay ino haaday taraawiixda ama qiyaam ramadaan iyo salaatu duha labadaas waxaan ka bilaabayna insha Allahu ta'ala taraawiixda salaatu taraawiix ama qiyaam ramadaan labadaba la yiraahdo qiyaam ramadaan bisha ramadaan oo taraawiixda la tukado oo salaatu taraawiix waa isku mid ah sunnatun sunna way lirijaali wan nisaa'i رج يا دمر لبا لبا صنع يا أوتاي تؤدى والت كذا أموال الجتا بعد صلاة العشاء صلاة العشاء كذب يا لت كذا وقبل الوتر يا وتر ككار ركعتين ركعتين يدو لبا لبا ركع ضاضة أيان اللوت كذا بعد العشاء أيو قال وقت جاذو ويستمر وقتها إلى آخر الليل ila laga gaadayo aakhir layl habeenka waqtiga ugu dambeeya intuu san waagu bariin inta oo dhan waa la tukan kara marka waxaad garan kartaa waxa is soo dhexgalayaan markale tahajjudki ama salaatu laylki oo ramadaan ramadaanka markay tahay salaatu laylki la tukan maysade waa qiyaam ramadaan ama talaat taraawixda ayaa booskeeda galeysa روى الجماعة وحي وريين و أئمة الحديث قارهان بخاري مسلم إيوه أفرت سننتا يمرك قاركو دي إمام أحمد انت عصا جماعة اللي سكوي ده عن أبي هريرة وحي كوريين قال إنو دي أبي هريرة كان وحوى رسول الله رسولك إلهي يرغب كي آدت أقبورية أجعلي سيا في قيام رمضان رمضان كقيام كيسا مسألة تراويح دي نتو كذو من غير أن يأمر فيه بعزيمة إساق أو عن واجب كدي جينين معنه هو يأمر بعزيمة وهو إساق أو واجب وواجب تكذا للحين لكن سنة مؤكدة وأجر بضن فيقول رسول كوحيدي سوى أرنتا كهالليا من قفكي قام قيام سمايو أو قيام الليل لي مادة أما صلاة التراويح تكذا ساسا لغا وضع رمضان قام رمضان بشر رمضان أيو صلاة التراويح دي تكذي إيمانا إيمان درتبو تكذي استوستوس يا حماه إيمانا رومين أو رومين أيو سنة داس ورومينا يأيوتو كذي وحتي سابا إيو أجري حسابشو أجري قراشو وإخلاص إلهي درتي غفر له وحالو دافع ما وحي تقدم مركاس وجوغي كهرية ومن ذنبه ذنب جيسي ذنب جيسي أردن مركاس مرر بضوان اسكسو برارو جني حديث النوع عاصة أردن وشي جيسا waxaa laga wadaa dunuubta lagu dhaafayo waa wixii aan kabaair ahayn kabaairtu waxay u baahan yihiin toobo gaar ah ayay u baahan yihiin warawow jamaacadii waxay wariyeen ila tirmidiya imaam tirmidi maahane can caaishata waxay ka wariyeen radiyallahu tacaala canha qaalat inay tiri
صلى النبي النبي قوت كذي صلى الله عليه وسلم في المسجد مسجد كأيو كنت كذي ورمضان ووقت التراويح ذا أيو كنت كذي فصلى وحات كذي بسلاته سلادي سوحا لسو تكذي وكسو واحد ناس كثير ضد طبعا انت اركان رسولك تكنه اسكا سوخدين حبين ساسه كو تغتاي ولا يسو سو شيك شيغي حدنا ثم صلى و تكد رسولك من القابله حبينكي لبعض حبينك حبينكي كخيغي ساسه لغا ودا فكثروا وسيبتين ددكي ولا يسو سي شيغي ولا سيبتاي ثم حدنا اجتمعوا ددكي ويسو سو اورو ميل كاساي اسغا يمدين من الليله الثالثه هبنكي ستحد مساجد كي لسو بوخي هبنكي افراد مركه ليسو يمد اما هبنكاس ستحد مركه ليسو يمد لبدبا وين نكون كرتا فلم يخرج اليهم وما صوب الرسول سي اسغيين ما صوب فلما اصبح مركو واغو بريي وصلاه الصبح ددك توكيي قال رسولك وحيلي قد نبهانتي رأيت وان أركي صنيعكم واحد سميسين واحد سميسين وإن نساجك سوبي حسين أدربتين إن أن أدلتك تان وان أركي فلم يمنعني إيمدي من الخروج إليكم إن أن إذين صوبحوا أن إذين تكيو إيمدي دين إلا وحانا هين أني أنو خشيت إن أن كعب صدي أمان كبقي أن تفرض عليكم إن صلاة فرض لإنك قد يقامرك أودين ويدان وذلك في رمضان أرنت عسى وقت عسى أرنت عسى نوح أيهاي رمضان بأي هيد رمضان أي هيد مركا مشروعية ذا إذا يسقنان تاذا تاساء الدليل ومرنا رسولك صلى الله عليه وسلم فضل جاذو الشاقي ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بولي وتاس وبرين يو بغادين يجعليسين يموجين فضلك اي لا هاي مدة كالانا دا إساقي باب السماي هو فعل كيسي مركا مشروعية دا دوا انتاس وردن باي أبا هانتا هاي مالي سؤال شكالي ليسو يدينا يا ايوحا وي ما قرهك عضوض واي ما قرهك عضوض وي عدد ركعاته تراويح ذا أما قيام الليل انت ركع دود وياي روى الجماعة جماعة ذا دم حيوريين وبخاري يا مسلم نسائي ترمذي ابن ماجه أبو داود إمام أحمد كل انت صرنا وياي وحي عن عائشة تكورين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوسنها يزيدك ككردية أما كبديا في رمضان بش رمضان لحظة هذا ولا في غيره رمضان غير كي وحن رمضان حين على إحدى عشر ركعة كوبي تمر ركعة ذات كبدا متو كنجرين وحويان هذه رمضان تهينا وحويان و قيام رمضان أما تراويح دي يوتر كيو إسلجرة هذين رمضان هينا وتهجدك أما قيام الليل كي يوتر كويس لجرة سهل لو فهمه سيد عصوائي انت عمي كب موسى كبادين بيجري رسولك صلى الله عليه وسلم كوبي طبعا كما بادين جرين مركا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكوبي طبعا كاس وأرك دونا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا لما انتوض وقت سيدنا عمر وأها أمير المؤمنين أصحاب تبادن كوضو وين نولاين كارهان أجلاء الصحابة وين نولاين مركا وحا سوغان وان أركي دوناين إلا باعتان رك عدو توكن جرين مركا تاسنا وحا وي يأي قاتين أئمة دو أويدل وان أركي دونا مركا سيدا اللي سوى فجي فعل كنبغا إيا أصحابتي أو ماركتا إحا أدرى الناس دتك كو أويا قانا سنة إيا فهم كيدا oo tukaday labaatan mararka qaarkood saddex iyo labaatan sida la isu waafajinayana waa arki doonaa insha allahu tacaala wax khilaafihi ma jiro wax lagu murmiyo wax lagu dagaalamabana meesha ma yaaliin
كوبي تبانكي تكنا سنة نبيبو فلي صدح لبعتنكي تكذانا سنة نبي أمبو تكذي يفلي حجرا نبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وحكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مرك إيه عجديي وأنا فهمي وأنا أنا كنت دعنا وحويان كوبي تبانكو نبي تكذينا وأنتي سنة أحد أنت كلنا ونفل مطلقة الله قدري نفل مطلقة الله قدري ساس أي علماء بدن وأنا كده أنا جارهان شيخ الإداء الكمال ابن الهمام سداس أيو كسو هشيسي وأنا أركد أنا إن شاء الله تعالى وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيح حيحمة وحي كوريا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحوي الحديث عائشة هدا أي ورسي مد كلا طريق كلا جابر بن عبد الله وكسي أيده يوي عن جابر وحي كوريا أنه رسولك صلى الله عليه وسلم صلى بهم إنه تكي ثمان ركعات سديت ركعات إيه والوتر يا وترك ومركع صد حساس كوبي طبعا بيكون مركع عائشة رضي الله تعالى عنها يا جابر ساس سيد رواده هذا يسوع فخسين ثم انتظروه ويسوجين أما ويكرتين نبيك في القابلة تامين كي كحيجي وصد هذا ما أفراد فلم يخرج إليهم وما صابحين وأسل إسل حديث كي يؤمن قيب تاني وحكاها الله يساء ترده ركعات كي ورسول كتو كذي مركع وحولي هاي شيخ أما في قصنها هذا كاس أو صدحي طبانكا صدحي طبانكا أو سديدنا أي يهين قيام الليل كي أما تراويح دي يصدح دي سنة هاي وتركا كوبي طبانكا هذا هو المصنون كاس ويكا سنة الوارد أساروري عن النبي النبي كساروري صلى الله عليه وسلم تاس وحاوي وانتو النبي السمي لكن لن عكلنا وصح يدن وحا سوغن الله با أن الناس إن دتكو وأصحابتي كبار المعركتي صحابة أنا ما جلاء صحابة يكو جيران كانوا هنا هيا يصلون كويتو كذا على عهد عمر وقت جي عمر وقت عمر وحا لقى وضع وقت جو يسوي أمير المؤمنين كأها ومسلمين تحكمي وعثمان وعهد عثمان وقت جو عثمان انتو اسنا حكومي واصحاب تبادن كوضو اي نولاين ومغالا مدينة اي جوغين وماشا لغو تكنا يعني مجسكي نبقى اي تهي او واحد تكنا يعني اصحاب تيهين يا وعليا يا وقتي علي انتبا 20 ركعة لبعتان ركعة دو دالي تكن جري وهو كاس وين لبعتان ركعة دو تكدو رأي جمهور الفقهاء فقهاء ذا اسلامك سي ابدايهين لبعتان كاس يا لقبا ساسي قبان وقال الترمذي وحج مرك إمام ترمذي تعليق بول هنجري أو حديث كان مركو وريه وكشيا جيو حديث كان فقه كسارا يوم وشيا جيو وحج يدي إمام الترمذي مركو حديث كان وريه وأكثر أهل العلم ذاتك علمي قال بدن قاضو على ما وحي أي قبان أو كسو جيهين أو لراعي روي عن عمر لجوري سيدنا عمر وعلي وغيرهما ومن أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة لبعتان ركعة ضد إن يتكذين مركا لما ده كان النبي خلافين وحويان وحي فهمين إن أنت نلت تكنكره تنلت تكنكره لبعض بوحدنا أيسك السنة يهين وحبا أي وضع السنة دي النبي يهين صلى الله عليه وسلم وحاوي ويرى مركز سيلا يسيرا هو فجي مركز هرنا ويرى إشارنا ويرى بعض العلماء علماء قاركود با وحي لهن أن المسنونة انت السنة أهل نبي كسوك ناتي 11 ركعة وكوبي طبنك بالوتر وتر كمركز القدر والباقي انت هردين مستحب ووحون وناكسن إيانا أو ماركتي وحي اسكن قونيسا صلاة نفل مطلقة إلا أنت عرفتها إسكتو كان كرتوكو بناني قال وحيد الكمال بن همام ننك اللي هذا عالم كالليدا وحيد الدليل دليل ما الكرر راعه
يقتضي وحشاجي أن تكون إن تهي السنة أنت سنة من العشرين إلى بعتنك ما فعله أنت رسولك السمي ثم تركه إسكدا خشة أن يكتب علينا إن لو إنه واجبيه والباقي أنت هدينا مستحب وأرن يدنا ونأكسن ونقبل الحين وقد ثبت ذلك وقد ثبت وحسوا أن ذلك كان إحدى عشر ركعة عينها كما في الصحيحين marka taas sidaas ayaa lagu jamcin kara ee 23 ruuxii tukaray wax dhab ah ay leedahay male waa sunnadaas asxaabti nabiga ayaa wada tukatay ee al jamaa'atu fihi in jamaa'a lagu tukado qof qofna waa loo tukan kara laba laba waa loo tukan kara jamaa'ana waa lagu tukan kara jamaa'adana markii dambe ee muslimiintu isku raaceen qiyaam ramadaana بشه رمضان قيام كذا وتراويحه يجوز بنائها ان يصلى ان لتكذا في جماعه كما يجوز ان يصلى على انفراد كلغا ادغو ان تكتنا ساي كوغو بنانتهي ولكن صلاته وقفك صلاتي سي جماعه وكتكذا في المسجد مسجد كدخديس هي افضل فضل بدن عند الجمهور سدي قبان علماء بدن كودو وقد تقدم وحا هوراي نوغو سو مراي اون كسو هادلي ما يفيد وحت السنة يا أن الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم صلى إنه تكيب المسلمين مسلمين جماعة جماعة إنه كنت كي ولم يداوم على الخروج لكن أسن دائم إنه أصابه ومركز الجماعة كنت كي بشر رمضان وعيدل خشية أن يفرض عليهم سوى أوكا أرصدي إن لغو فرض ياله ثم مركز أكدب كان وحو أها أن جماعهم كان وحا أها ونعضي يعني وحا نعضي أن جمعهم مسلمين تأينوا جمعي أمو إسوكياني عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على إمام إسوكي قال وحو يدي نللي هذا عبد الرحمن ابن عبد القاري نللي لا وحو يدي ابن عبد القاري وحو يدي خرجت وانصبحي مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني صرع عبولي ليلة هبين أو في رمضان بالرمضان أي تاي يعني إلى المسجد مسجد كأسر راعي مسجد كأسر راعي ومسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرك أن مساجد سواك الله يبقى الناس ضدك أوزاع وقوح قوح متفرقون ونسلس عنين يصلي وتكن متفرق وحكى لتكسن يعني هل إمامتك كنا يساء مبالغة وضع كالتكسن أنك لهذا ماشي مجرته لكن حلقة وضع ما وذا تكنيان كوح كوح بألو تكنيا كوحي هنا وصلت الماما يوحيري يسل الرجل ننكو تكنيا لنفسه كلي بحضر كيسان نن كلي تكنيا مسجد كده حديث ويسل الرجل نوحي تكنيا ننبا تكنيا فيسل بسلاتي سلاتي سوحا لتكنيا كوحداي الرهط كوح مركا ليلة هذا وواح صدحنا كبضا طبعاً كير راح دوا انتاس فقال عمر وحو لمركة مركو أركيساس أن ليسكو نظام سنين إني أنو أرى وحان أركا أو إلا قمان لو جمعت هؤلاء كوان لن هدي أن يسكو جيو على قارئ واحد هل إمام أسي قرآن كأوذ الدقيسان وين سوت تشويشين لكال أمثل سيداس أيا فعنا الله ثم عزم أرنتي مركة قوان بكو قاري فجمعهم وحسوقا يدتك تكن يتراوح على أبي بن كعب صحابي جليل كأ أبي بن كعب أي سوقا يي ثم خرجت معه حتى نوان صور عيب في ليلة أخرى هبين كلا والناس إيه ودتك يصلون تكن بصلاة قارئهم كي إمام قاضي قرآن كأغرين يي نه كنت كان يقول فقال عمره لنعمة البدعة أرنت عسوبا سمي وأرن آذوا نكسن أرين أدوى نكسوا يا أرنتني والتي أرنتي ينا والتي يعني سلادي ينامون عنها أي كسي حنيان يا أفضل كفل لبضن من التي يقومون أي حدا تكنيان يعني وقت كي تكنيان أو مركعون عشاء لتقضوا فيد كي وحا كفل لبضن مدى هبينك قيبتي صدن بقى يعني وقت كي تهجد وحا فعنا الله هاي إني تهجد كي إسكت تكذان تهجد إني تكذانو آخر الليل ثلث كدنبا انتي كعان اي تكلم واسيد الليالو طبعا كدنبا رمضان كسيد الليالو
marka taasina waa sidaas waxaa marka laga soo gaaray asxaabta iyo maaragtay iyo muslimiinta weligood waxaa laga soo gaaray ramadaanka bisha ramadaan taraawiixda marka la tukanayo in qur-aan badan lagu aqriyo qur-aan badan in lagu aqriyo saas darteed culimmadu waxay jeclaysteen in soddonka ramadaan qur-aanka lagu dhammeeyo dadkuna ay isu yimaadiin maxaanku yidhaahdaa qiraa'adana lala jahro habeennana habeen walbana juus la aqriyo taas ajirga laga heli ka sakow waxay faa'iido ka tahay bay yidhaheen qur-aanka ayay dadka u saxayaan qur-aankii ruux walba qur-aankii wuu dhegaysanayaa qiraa'a saxa yuu dhegaysanayaa qur-aanka saxashadii qur-aanka ayaa ka mid a taas intaas ayaan uga baxaynaa waa salaatu qiyaamu ramadaan ama salaatu taraawiix waxaan iyadana wax yar ka sheegaynaa salaatu duxaa salaada barqinkii la tukado waxaan ku hormaraynaa fadligeeda waxaan ku xijin doonaa cadadu rakacaatiha intaas umaan sheegaynaa fadliga axaadiis badan baa ku soo aroortay fadligeeda laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa uun hal xadiis baan ka soo qaadanaynaa warada fii fadliha salaatu taraawiixda salaatu duxaha ama salaada barqinka la tukada fadligeeda waxaa ku soo arooray axaadiis badan waxaa ka mid a xadiidu abu dharin alghifari xadiid uu wariyey can abi dharin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi buu yidhi yusbixu wuu waabariisanayaa ama waxaa ku waabariisanaya waxaa ku waajibi saasaa laga wadaa waxaa ku waabariisanaya oo fuuli oo ku waajib noqonaya calaa kulli sulaama xubin kasta kala goys kasta oo min axadikum mid idinka idinka mid a ku yaala kala goysyada bani aadamku ay leeyihiin way badan yihiin xadiid kale oo intay yihiin sheegayaana wuu jiraa oo ku sheegaya saddex boqol iyo soddon maya saddex boqol iyo lixdan xadiid ku sheegayaana wuu jiraa laakiin kan hore tirada ma sheegin calaa kulli sulaama yusbixu calaa kulli sulaama xubin kasta xubin yaana dhihine kala goys kasta ama mifsal kasta oo min axadikum ka mid a sadaqatun sadaqa ayaa ku waajibaysa subax walba see loo gudi marka rasuulka ay noo sheegay fa kullu tasbiixatin subxaana allah kastoo tidhaah sadaqatun weeye wa kullu taxmiidatin alxamdulilaahi aad tidhaah oo dhan sadaqatun weeye wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allahdaa tidhaahda oo dhanna sadaqatun weeye wa kullu takbiiratin allaahu akbarta tidhaahdaana sadaqatun weeye wa amrun bilmacruufi waxa wanaagsan oo dadka fartana sadaqatun weeye wa nahyun can ilmunkar waxun oo dadka ka reebtana sadaqatun weeye wa yujzi-u waxaa kaa gudaya min daalika intaasoo dhanba waxaba kaa gudaya oo maxaanku yidhahaa waajibkii fuulay xubnaha kugu yaalla ee saddexda boqol iyo lixdanka xub kala goys ah saddexda boqol iyo lixdanka mifsal ema kala goys subax kasta waajibkii maaragtay sadaqadii lagu lahaa ama sadaqadii fuushay waxaa kaaga filan ragcataani laba ragcadood oo yarkacuhumaa uu qofku rukuucu uu tukado min adduxaa oo duxada ah rawaahu waxaa wariyey xadiidkaas alimaam axmed wa muslim wa abu daawuud ayaa wariyey marka xadiidkaas saxiixa ah wuxuu sheegayaa fadliga ay leedahay salaadaasi dee fadliga ay leedahay intaasaad ka garanaysaa qaantii lagugu lahaa qaanta ku fuulaysa ee sadaqada ah ee subax kasta kala goys kasta oo jidhkaaga fuulaysa waxa weeye taasaa kaa gudaysa marka waxaad ka garanaysaa fadliga ay leedahay intuu leegyahay wacan abi hurayratana waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu abi hurayrana waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi abi hurayra awsaani wuxuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkaygii aan jeclaa waa rasuulka sala allahu calayhi wasalama khaliilka waxaa la yidhaahdaa qofka kalgacaladiisu ay jidhkaaga dhex gasho baa la yidhaha khaliilii wuxuu ii dardaarmay bi 3
waxaaba aniga sida gaarka ay ugu dardaarmay waxa kamid ah saddex shay maxay yihiin saddexdaasi bisiyaami thalaathati ayaamin saddex maalmood soomitaankooda fii kulli shahrin bil walba bil kasta oo bilaha ilaahay bilhiisa ka mida oo noolahay inaan saddex tukado waa ayaamulbiidka waa 13-ka 14-ka iyo 15-ka waa ragcatay adduxaa labada ragcadood ee barqinkii la tukado labadaana way dardaarmayaa ka tegin buu yidhi waan uutira inaan witiriyo qabla an anaama intaana seexanina hurdada ka hor inaan witirka tukadana way dardaarmay rawaahu albukhaariyu wa muslim marka taas intaas ayaan uga baxaynaa waxa weeyaan fadligeeda waqtigeeda aan ka hadalno waqtigeeda waqtigeedu waxa weeyaan yabtadi ugu bilowdaa waqtigeedu birtifaaci shamsi qoraxdu markay kor soo aado oo gebiga ay ka soo baxayso ay kar soo aada qadar ruuxin waran in la eg warankan caadiga saa markaad u dhigto intuu waranku gaadhayo yacnii waran in la eg joogiisa wayantahi waqtigeedu wuu dhammaadaa xiina zawaali markuu duhurku galo oo qoraxdu ay xaggaa u iilato wuu dhammaadaa walaakin almustaxaba laakiin sida aada u fiican ee la jecel yahay an tuakhara in dib loo dhigo weeye ilaa an tartafica shamsu ilaa ay qoraxdu si fiican u soo kacdo wayishtada alxaru kulaylkuna uu milic baa la yidhaahdaa milicduna ay ku qabato milicdu kulaylkii dhulka iyo wax walba ay kululaadaan facan zayd ibnu arqam waxaa laga wariyey zayd ibnu arqam waxaa laga wariyey saxaabigaas jaliilka ah radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi zayd ibnu arqam kharaja annabiyu nabiga ayaa aaday oo calaa ahli qubaa xaafadda quba la yidhaahdo dadkeeda ayuu aaday rasuulku sala allahu calayhi wasalama yuu ku soo baxay saasaa laga wadaa kharaja calaa ahli quba oo yuu ku soo baxay walxaal hum yusalluuna adduxaa salaada duxa ay tukanayaan fa qaala rasuulku wuxuu yidhi salaatu lawaabiin salaadan ay tukanayaani waa salaatu lawaabiin kuwa alla u noqoshada badan ee mutiiciinta ah ilaahay adeeca salaadoodii weeye tani laakiin waa idaa ramadat alfisaal idaa ramadat alfisaalu haddii nirguhu ay cagagubyoodaan min adduxa barqinkii nirguhu waqtiga ugu fiican ee la tukadaayo waxa weeye markay nirguhu cagagubyoodaan maxaa laga wadaa nirguhu waxa weeyaan maaragtay geela ilmaha yaryarka ahe dhalaan yaa nirga la yidhaaha nirig waxaa la yidhaahdaa midda dhadig qurbacna waxaa la yidhaaha kalab laakiin takliib maadaama dadku ay nirgaha jecel yihiin iyo kuwa lab kuwa dhadig la jecel yahay kuwa dhadig la jecel yahay waa la takliibiyey iyada ayaa la qaalib laga dhigo nirgaa la wada yidhi nirguha markay cagagubyoodaanoo intay qoraxday dhulkii kululaado cagagubta ay soo baxdo ay kululaadaan nirga maxaa loo yidhi oo geela loo dhihin geelu sida badan ma cagagubyoodo maxaa jira cagihiisa way adkaadaan way adag yihiin khuf bay noqonayaan dhagax oo kale ah oo kulaylka saa uma dareemaan laakiin nirgaha weli cagahoodu waa jilicsan yihiin waa baruur marka cagagubtii ama dhulku markuu kululaado horey ka kululaanayaan way dareemayaan marka waqtigaas weeye waqtigeeduna waxaa haddanaan ka hadlaynaa cadadu rakcaatiha ragcadaheeda tiradeedu waxa weeye aqaluhaa inta ugu yare aqalu ragcataha ithnataani laba un waay ithnataani oo maxaa sheegay waa xadiidka abu dharin xadiidkii abu dhar aan ka hadlaynay oo maaragtay uu leeyahay fa ragcata adduxaa tujzi'u canhu labada ragcadood baa kaaga filan labada ragcadood wayujzi'u min daalika ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa yacnii intii qaan ahaa ee kala goys kasta ee jidhkaaga fuulaysa ee sadaqa ah laba ragcadood baa kaaga filan marka inay taasi aqalluhaa tahay yaa u daliil ah inta ugu badanina waxa weeyaan waa sideed ragcadoodna way ugu badan tahay sideedaa ragcadoodna waxa ay daliil u tahay oo daliil u ah xadiidu ummuhaani radia allahu tacaala canha oo cali la dhalatay oo bintu abi taalib ah
حديثك أي ورين أيسو ومحوية حديثك أسي عن أم هاني وحلق وري بنت أبي طالب قالت وحيتري ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن هذه عام الفتح سنة كي مكلا فرطي سنة اللي حادي هجرة أهيد فوجدته وان هلي يغتسل يسوى ملك قبل سنة وفاطمة فاطمة وابنته تسترها يا أسترها قالت وحيتري أم هاني فسلمت عليه وان سلامي فقال وحيتري من هذه واتمتني ما أركينين عدك هذا مقلي فقلت وحان له أنا أم هاني أم هاني بانهي بنت أبي طالب فقال رسولك حولي مرحبا بأم هاني سورد وو فلما فرغ من غسله مركو قويس كي سيرنا ما يستي قام رسولك وقعي فصلى وتو كذي ثماني ركعات سديت ركع ضد ملتحفا في ثوب واحد سوى هلق هالمرء كليته حلا فلما انصرف مركو صلاة كبحي قلت وحانري يا رسول الله رسول الله زعم وحكو أنت عودي ابن أمي هو يدي إن كادو وعلي بيك ودار رضي الله تعالى عنه أبي هو يبي وي وداجن أنه يسقو قاتل إنو دليو رجلا نن أو قد أجرته أنو أن مجن قليه إن أنو أن مجن قليه سيجي يلاه هو أن دلي فلان من هبيرة نك الليلة فقال رسول كوحي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني قفك أدو أن مجن قليسي أنا نو أن مجن قليني قالت وحيت الأم هاني وذاك ضحى صلاة أو تكنينا ضحى أيها مركة ترى ذي أنا حديث يا أم هاني الصحيحة أو محنكو يدع هذا إمام بخاري مسلم بأي سلوريين حديث كاسا الدليل أو ترادي انت سديدي نايتهاي انت أويرنا أي لبتهاي فضلق هذا نوانك هذا اللي مركا انت أس أيا وحنكو سوى قبا قبايني السنن المؤكد السنوين كآدي آد لو أتكيي هي السننتي رواتبتها صلاة راعسنا والله سبحانه وتعالى عنه.